سبق لي وأن خاطبتكم مراراً ومرات عديدة في 2002، في 2004، في 2014، وها أنا بين أيديكم اليوم. الجزائر الحبيبة تعيش أزمة لا جدال في ذلك، فالأزمة سياسية وهي اقتصادية وهي اجتماعية كذلك. جئتكم بقلب مفتوح، وأنا كل اطمئنان وفرحة بال تامة لما أعرفه فيكم وفي هذه الولاية من مساندة لبرنامجي ولمشروعي. لكن أريد هذه المرة أن أقول أن الجزائر في مفترق الطرق، إما حل سياسي حقيقي يفتح كل الملفات ويعطي الإجابات الحقيقية للأسئلة الحقيقية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وإما الترقيعات والتي لا تأتي بالحلول وتبقي الجزائر في المتاهات وفي الصعاب، خاصة وأن الخارج أو جزء من الخارج يحلو له أن يتكلم في شؤوننا في برلمانات خارج الجزائر، وكأنهم يحلمون بإمكانهم أن يتدخلوا في الشأن الجزائري. فقلنا لا، وقال الشعب لا، ونحن قادرون بحل مشاكلنا بأنفسنا، ولا نسمح على الإطلاق لغيرنا أن يتدخل في شأن الداخلي. إذن لكل هذه الأسباب مجمعة مشروع سياسي مكتمل يحل الأزمة السياسية بنقاوة الانتخابات، بنظافتها وبإرادة حقيقية للشعب معبر عن سيادته وعن قناعته وعن إرادته للذهاب إلى الجديد، ولا نبقى في القديم الذي قضى على الحرث والنسل وأدى البلد إلى الدهلكة. تذكرون أنتم كنتم ضد العهدة الثانية ورافقتموني، وكنتم ضد الثالثة وكذلك كنت معكم في الطرح، وكنتم ضد الرابعة واستفقتم وفطنتم بأن بعد الرابعة مباشرة قوى غير دستورية استولت على مركز صنع القرار وفعلت بالجزائر ما فعلت، ورفضتم الخامسة وكنتم مشاركين في الثورة الشعبية وأسقطتم الخامسة وأسقطتم انتخابات أخرى كانت مبرمجة بعدها، حتى جاء هذا اليوم نتاع 12 ديسمبر المقبل إن شاء الله نمشي كرجل واحد للانتخابات ونختار رئيس للبلد، وهذا الرئيس يكون مسؤول أمام الشعب الجزائري ويكون خادم للشعب الجزائري، ولا فخامة ولا جلالة له على الإطلاق، يتواضع مع الشعب ويستمع للشعب ويعطي الحلول للشعب. إذا انتخابات نقية، نريدها نقية، نريدها نقية، وأؤكدها في سكيتر بالتحديد. البلد لا يحتمل الآن إلا الانتخابات النقية والنظيفة. علاش؟ خطورة الأزمة تحتاج إلى شرعية قوية صحيحة. أنا مقترح على الشعب الجزائري دستور جديد يقسم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة، برلمان حقيقي يشرع ويحاسب الحكومة ويسقطها إن أراد ذلك، وإذا كان الحكومة ما قامتش بالواجب تاعها، المعارضة يكون عندها مقعد حقيقي وعندها شرف أنها تعارض، ورئيس الجمهورية عنده الحق يحل البرلمان وتقسم الصلاحيات بين الرئيس وبين رئيس الحكومة، وهكذا تمشي دولة على المؤسسات، والعدالة تكون مستقلة والإعلام يكون مستقل ومجلس المحاسبة يحاسب الناس والمؤسسات على المال العام، وهكذا. هذا مجمل المشروع السياسي
وهو مفصل في البرنامج. أما المشروع الاقتصادي، اقتصاد سوقي اجتماعي، حرية المبادرة، حرية العمل، تكسير البيروقراطية، تكسير تسييس الفعل السياسي، ومناخ تاع أعمال، والاستثمار اللي يجي تاع الخارج، والاستثمار تاع الداخل يجي، وتنتعش البلد، الفلاحة، الصير، الفلاحة، لا قلت الفلاحة والصناعة والسياحة، ونرقم تتم رقمنة الاقتصاد باش تترقى الأجواء وتصفى الأمور وتمشي الجزائر وتكثر مناصب الشغل وهكذا، نقضي على جزء كبير من البطالة وتمشي الجزائر للعلا وللخير اقتصاديا. ثانيا، شق اجتماعي لازم نحلوا علينا ونعطوا له القيمة تاعه، وتجدونه كذلك في البرنامج. وأنا اليوم في هذا اليوم اللي هو يوم عالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وش بغيت نقول في هذا اليوم بالتحديد؟ واخترت سكيك دا بالضبط، ومن خلالكم نحيي الشاعر سي عبادة، هذا هو صديقي القديم، هذا زارني وزرته مرات وعنده تاريخ زين، شفتوا الكلام نتاعو بالعربية الجميلة اللي يتكلم فيها، أسعدنا في هذه الصبيحة وأفرحنا. وإن الموضوع هذا نتاع ذوي الاحتياج الخاصة ملم به وعاطي له اهتمام كبير، لكن ما كتبش ربي نكونوا في مواقع المسؤولية بحرية القرار باش الفئة هذه الكبيرة والعريضة في الجزائر تنال الحقوق نتاعها، أو يسمع فيها ويراقبني سي عبادة، نقبل يراقبني هو، خاطرش يحفظ هذا الملف مليح. ذوي الاحتياج الخاصة هم ناس رجال ونساء يعدون بملايين في الجزائر، الدول الراقية المتقدمة اهتمت بالتعليم نتاعهم، التحضيري والابتدائي والإكمالي والثانوي وحتى التعليم العالي. علاش؟ خاطرش كاينة خصوصية في التعليم نتاعهم، مش عادي، عندهم احتياجات خاصة، إذا التعليم هذا يكون فيه الخصوصية، ليعلموا ويربيوا ويكونوا ويوصلوا للبكالوريا والليسانس، والله اللي يعطيهم التعليم المهني باش يتعلموا اللي بيتي، ولازمهم العلم ولازمهم بيداغوجية خاصة يتفنوا فيها باش يوصلوا العلم لذوي الاحتياجات الخاصة. إذا مش لازم تعليم فيه خصوصية وتكوين مهني فيه خصوصية، لازم أسرة تربوية عندها علم بالخصوصية، هي الخصوصية والخصوصية وش نديروا. أما تلقاو في البرنامج نتاعي سكرتاريا ديتا، يعني وزارة والله كتابة دولة على الأصح، في وزارة التربية والتعليم يعهد لها الاعتناء بالتربية والتكوين لذوي الاحتياجات الخاصة بكل الصلاحيات وبكل الاختصاصات. علاش؟ واحد ناقص بصر، واحد ناقص سمع، واحد يصعب عليه باش يتسلق في المدرجات، واحد يكون بعيد النقل نتاعو، هذو لازمهم تعليم خاص ومؤسسات خاصة، إذا بغينا يكون عدل ومساواة بين المواطنات والمواطنين في الجزائر، وبالتالي نخيروا القادرين والعارفين والعالمين باش يهتموا بهالكتابة تاع الدولة، باش ما يتحرمش اللي عنده الاحتياجات الخاصة، رجل أو امرأة، شاب وشابة ولا شيخ، من الحقوق نتاعو في الوصول لكل مراتب. ثانيا، الدول المتحضرة والمتقدمة، ونتأسف لأن دولة مسلمة، أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالفقراء والمساكين والمتضررين والضعفاء والفئات المتضررة الاعتناء بهم هما بالدرجة الأولى، قبل الأغاني وقبل اللي في وضع متوسط. وكيفاش يفوتونا احنا دول كبيرة لا تدين بهذا الدين لكن عندها
من الروح الإنسانية ما جعلها تعالج هذه المشاكل تاع ذوي الفئات الخاصة، ذوي الاحتياجات الخاصة عفوا. إذا أنا نتعهد قدام الشعب الجزائري بأني أعطي اهتمام خاص بالهياكل اللي تتكفل بهذه المسائل الخاصة لهذه الفئات العريضة والكبيرة في وطننا. هذا شيء نتعهد به ونأكد أمامكم اليوم، ونزيد حاجة أخرى، ما يكفيش تكونهم، ما يكفيش تعطي لهم عمل وشغل يخدمون سوا رجال وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لازم كذلك في الحياة اليومية هذه تكون تعليمات وربما قانون ولا مراسيم. النقل تاع واحد اللي ينتمي للفئة هذه كي يركب في الكار ولا يركب في الماشينة ولا يركب مع التاكسي والله يحب يتسلق سكالي في الطريق، والله يحب يروح المتجر باش يقضي، والله يحب يدخل إدارة عمومية، هي لازم تكون عندهم تلبية للحاجيات الخاصة نتاعهم، أماكن مخصصة لهم في الكراء، في القطار، في الطائرة بإسبقية، في الاستاسيون تاع البيس تاع الترولي، يجي داخل الحانوت، وكيفاش يطلع؟ كيفاش تساعده؟ تجبر التجار باش يديروا المداخل لهذا الناس باش يتعاونوا، والا ما ولا ماناش حاطينهم جزائريين بيات مع الكلمه. ثانيا الاعتناء بالعلاوات نتاعهم، لي بونسيون نتاعهم، التربيه الهاشيه نتاعهم، الشهريات نتاعهم الى اخره. اللي يشوف الان في المنحه اللي راهي معطيت لهم ضئيله جدا لا تغطي الهاشيات، وبالتالي هذا الملف انا حافظه. شكون اللي حفظني فيه؟ حفظوني فيه ذوي الاحتياجات الخاصة علماء قاريين فاهمين عندهم الحلول، تفتح معهم الحوار، تدخلهم في المسؤوليات، يتكفلوا بمشاكلهم، تعطيهم الامكانيات، وهكذا تزدهر الجزائر، وهكذا جزء من الجزائر يلتحق بالجزء الاخر تاع الجزائريين، ما يبقاش مهمش، ما يبقاش مقبول، ما يبقاش محقور. ها هو المشروع في هذا اليوم وعلى امامكم. نتكلم على فئة أخرى اليوم أمامكم، وهي نصف المجتمع وأكثر من نصف المجتمع، المرأة. أنا ما جيتش ندير خطبة نتاع وعود وبقاو على خير، أنا بغيت نعالجوا المشكل تاع الأسرة الجزائرية ذكرانا وإناثا. كان بطالة على رجال، قلة خدمة ما كانش، كاين شوماج، كاين شباب مودر حقه ما عندوش وين يخدم، ما عندوش وين يسكن، ما عندوش امل في الزواج، دهل الحرقه. او نصف المجتمع يا جماعه راه ياتي في البيوت، النساء قليل منهن راه يشتغل وعنده شهريه وعنده ثقافه وعنده مستويات الى اخره. ولو هذه الفئه من الناس المثقفه لم تنل حقها في المساواه مع الرجل في الأجور، في الوظائف، في المسؤوليات، ما زال قائم، لكن هذو على الأقل عندهم نوعا ما مدخول يغطي حاجيات أساسية. لكن المرأة الماكثة في الدار، هذي تخدم ولا ما تخدمش من الصباح الليل في دارها؟ هي تربي، هي تطيب، هي تسيق، هي تفرج، هي تعالج، هي تتعب، هي تدير 10-12 ساعة عمل في النهار. وشو الاجر بتاعها؟ قال بارك الله فيك، ما يكفيش مشكوره على التعب وانتهى. لا 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 ما لا، انا اعيد المجتمع الجزائري مش غير المراه، واتعهد امام المجتمع الجزائري ان هذا الفرق سيت ديسكريميناسيون بين الرجل والمرأة هذه ما شرعهاش الإسلام على الإطلاق. الإسلام دين الحق، دين المساواة، أعطى للمرأة مكانها. إذا كان يحب يجي لي يفسر برأيه وحده وما يطبقش، وجه به الدين الحنيف من إعطاء المرأة كل حقوق نتاعها،
هذا ما تعمقش في الفهم تاع الاسلام. روح الباديس رحمه الله عليه كي جاء هو في 31 يعني بدا يفتح دار الجمعيه، اول من فاتم به هو التدريس للبنت، لان جدودنا بكري طفله ما تقراش مغلوق عليها، قال لهم واش بيكم؟ بسط الامور واش بيكم؟ انت عندك ست اولاد ولا سبعه في الدار، نص الكره ونص بنات، علاه ما يخرجوش؟ هم يحلوا لك عينيك وينعتوا لك الطريق، الطريق راهي ظلمه، راك تشوف بعين واحده، بغيت تاع الرجال زيد تشوف بتاع النساء ويجي الضوء للناس الكل، وهكذا يتقدم المجتمع ويطلع المجتمع. ففتح المدارس، وعلى قله المال انا ذاك ما عندهمش الكفايه باش يديروا مدارس للذكور والبنات، قالوا الشيخ ما نقدروش احنا في الدواور تاعنا وفي المدن تاعنا نديروا مدرسه بالصعوبه باش نبنيوها ولا نكريوها ونزيدوا نديروا وحده للبنات. قلت لهم ديروا وحده برك وجمعوهم ذوك راهو اناثنا وقعدوهم في طبله وحده ويقراوا كلها، ومعلم واحد يقريهم للزوج، سواء جا المعلم ولا معلمه تقري الذكور بنات وذكور ويخرجوا كل قرين الحمد لله رب العالمين. شوفوا شوفوا العلوم تاع الناس اللي عندها البصيره وعندها الراي والسداد والراي الصرع. رحمه الله عليك يا بديس، انك انرت لنا الطريق وشرحت الدين الحنيف كما يجب وكما ينبغي. وبالتالي المراه في البيت، نرجع للموضوع بالتحديد، لازم الحل وتكون لها هذا المنحة للمرأة اللي راهي تعملها في البيت في مقابل العمل اللي راهي تعمل به باش تربي الأسرة. وبدون تربية الأسرة ما كانش الشعب وما كانش الدولة. الأمم تبنى بتربية الأسر، والأسرة هي النواة الأساسية في المجتمع. أسرة صالحة زائد أسرة صالحة زائد أسرة صالحة يساوي مجتمع صالح. أما لما تلقوش الأسرة ما يطلعش المجتمع. زيد كاينه المرأة ما كاينه في البيت وتحب تشتغل على حسابها، الأخرى تلقى وظيفة ومعلمة صيدلية فرملية وهكذا تشتغل عند الدولة ولا عند الخواص. وحدة بغات تدير التجارة في دارها، وحدة بغات تنسج، وحدة بغات تطرز، وحدة بغات تشارك مع جارتها مانيش عارف ويديروا تجارة رابحة بيناتهم، هذوما نعطيو لهم القروض ويديروا مؤسسات صغيرة ومتوسطة، والمرأة تصبح تعمل، والعمل يربي، والعمل ينفع، والعمل يجيب الإنتاج ويجيب الخير ويجيب الرفاهية للمجتمع. إذن مرأة تعمل موظفة عاملة إلى آخره، هذا جميل وسعوها. مرأة لا تعمل عندها المنحة تاعها. مرأة ببيتها وتريد أن تنشئ وتؤسس تجارة أو مؤسسة، المساعدات لها. وهكذا يقع التكامل بين الرجل والمرأة، وهكذا يقع التكامل في المجتمع الجزائري. هذو موضوعين ذوي الاحتياجات الخاصة والموضوع نتاع المرأة، هذه اليوم شرحتهم بإيجاز. دوك نمشي، قلت برنامج سياسي، برنامج اقتصادي، درت ملخص اجتماعي. علاه اقتصاد السوق هذا الاجتماعي اللي اخترته أنا كعنوان للبرنامج الاقتصادي؟ علاش قلت اقتصاد سوق؟ يعني حرية المبادرة، كل واحد يدير واش يحب في التجارة، حر، ما يبقاش في القيود البيروقراطية. لكن اقتصاد سوق اجتماعي يا اخواني اخواني، علاش اجتماعي؟ الجزائر والشعب الجزائري عنده ثورة عظيمة سماها ثورة نوفمبر العظيم. واش هو الهدف من الثورة؟ بناء دولة ديمقراطية، ديمقراطية سيادة الشعب، دولة اجتماعية، مش هي دولة اجتماعية، ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية. هاي الديمقراطية هو البرنامج السياسي يجيب الديمقراطية. اجتماعية واش هي؟ ما تكونش دولة الأغنياء وحدهم، ما تكونش دولة أصحاب المال وحدهم. كاينة ثروة وطنية، كاينة ميزانية وطنية، كاينة ميزانية محلية ولائية بلدية، كاينة مؤسسات عمومية. المال العام يجمع في هذه المؤسسات في ميزانيتها، وكيف يوزع؟ يوزع بالعدل بين المواطنات والمواطنين.
ويوزع كذلك بالعدل على الجهات وعلى النواحي. ماهيش ولاية تدي أكثر من الآخرين، والله جهة تدي أكثر من الآخرين، والآخرين يبقاو محرومين. وكذلك هذا تكلمنا على الناس اللي عندهم من الحد الأدنى للأجور رسمي 18 دينار، وأنا على بالي ما تعيش 18 دينار، وما تعيش زوج ملايين، وحدة ثلاثة ملايين ما تعيش اليوم، على بالي بهذي. أو هدرنا عليهم هذا. واللي ما عندهمش 18 دينار يعدون كذلك بالملايين في الشعب تاعنا، محتاجين فيهم المتسول. روحوا صلوا الجمعة ولا الصلوات قدام الجامع وتشوفوا الناس كيفاش، نساء ولاد صغار في رمضان، ساعات في البرد، راكدين في الحجور تاع أمهاتهم تتسولنا. هذا مظهر تاع دولة إسلامية أو دولة ديمقراطية، مش هذيك البلد. زيد روح للفرنسيان تلقى مرا قاعدة وتسنى وهزا الأوردونونس لوجه الله، سلك لي واحد من الدروات هذوما عايشينها وشايفينها ولا لا، وتلقى رجال كذلك في مصر الوضع. هذه هي الجزائر المستقلة، هذه هي الجزائر اللي حلم بها زيروت وحلم بها كافي وبن طبان ومهري ورجال عظماء من رجالنا. لا ماهيش كذلك. زيد قلنا اللي ما عندهمش خلاص، والله اللي عندهم الحد الأدنى هما كل حاصلين في الحياة، هيا نروحوا لما كان يسمى بالطبقة المتوسطة. الأسرة التربوية كلها كانت تعد من الطبقة المتوسطة بغلاء المعيشة وبتهاوي قيمة الدينار. هذوك اللي كانوا متوسطة ولات هبطت، كانت في البريمير ايطاج راهي في الارض ان شاء الله، ما توصلش للسوسول برك، ما توصلش للدهليز اللوط. وبالتالي انا اعتبر الاسره التربويه ككل لم تبقى من الطبقه المتوسطه، وانما تهاوت قدرتها الشرائيه، وبالتالي لابد من فتح الملف. وهذا الملف يفتح بصدق المعامله وبالتحاور والتفاوض، لا ميدياسيون الى انترميدياسيون. بين من ومن؟ بين الحكومة الجزائرية المنبثقة من سيادة الشعب مع الممثلين الحقيقيين واللي عندهم الصفة التمثيلية، نقابات قديمة، نقابات جديدة، نقابات منتخبة شرعا، ويتم التحاور. ها هو واش عندنا في الصندوق، ها هو واش عندنا في المسود، وهاي المطالب بتاعكم. أنتم وطنيين وإحنا وطنيين، كيفاش نرقي المستويات نتاع الأجور ونتاع العلاوات والمساعدات لكل الفئات المحتاجة والمتضررة؟ وكاين خصوصيات الأسرة هذه تاع الصحة، موظفين الفرملة والأطباء والمستشفى السيفيل والإداريين إلى آخره في الهياكل تاع الصحية إلى آخره، هذا كذلك ملف لازم يتفتح. بصح ما يتفتحش هكذا اعتباطيا ولا مناسباتيا، وقال لك جات عمله انتخابيه هيا ذر الرماد في العيون، قال نعطيو لكم كلها وسر. لا، ماناش في كونكور تاع شعبويه من هو اللي يمد اكثر من خوه، ومن بعد الهربات سلك ونخليو الشعب يتخبط. لا، مصارحه الشعب في حقائق المشاكل تاع الشعب حقيقيه. دركا كاين نتكلم على بعض الفئات او جزء من الفئات على الاصح، طلبه جامعيين هم يسمعوا فيا 400 دينار هذه العلاوه تاعهم هما 4000 دينار، واش دير في 3 شهور؟ السكن اللي راهم فيهم في اغلبيه ما يسكنوا، واللي ساكنين في احوال والماكله تاعهم كي تهزوا الميزانية نتاع الطلبة هذه، الميزانية المخصصة للخدمات الاجتماعية تلقاها طالعة بزاف، والقبض ما كانش. ترى في كان في المرشيات شراء سلع تجاوز التاريخ نتاعها تاع الاستعمال، يعني الأكل غير صالح والسكن متعب
والنقل يتعب الجميع. هذه ظروف يقدر يقرا فيها الانسان في ظروف طبيعيه. هذا الملف لازم يتفتح مع ذوي الاختصاص. علاش الدراهم بزاف ندوهم وما يوصلوش للطلبه؟ لا في الاكل لا في الشرب لا في الايواء ولا في النقل. علاه؟ اذا كان العصابه زاد دخلت في المرشيات وداتهم وطلبت على يضيعوا، هذا الملف لازم يتفتح مع اصحاب الاختصاص ويجيو الحلول كذلك ورفع المنحه نتاع الطلبه كذلك. الموضوع تاع التقاعد، المتقاعدون كانوا موظفين تاع الدوله في المستويات الكل والتفرعات تاع الدوله، ولا كانوا في الشركات الوطنيه، ولا كانوا حتى في القطاع الخاص. لي روتريتي دي مانيير جينيرال، كل منها تاع التقاعد تبدا في زمان في وقت، والقدره الشرعيه تطلع وتهبط عبر السنين. دوك لي روتريت تاعو 700,000 ولا 1.5 مليون ولا 2 ملايين ولا 2.5 ملايين، وشي هذا تقرر في زمان كانت 400,000 سوارد، واليوم 400,000 صبحت 4 دورو ما تسواش. هذه تبقى هكذا ولا تتراجع؟ هاو كيفاش تعالج الامور. القدره الشرائيه ندرسها كملف، والدعم ندرسه كملف، وندمج ملف الدعم للمحتاجين والمتضررين والشرعيه تاعهم قليله ولا لانتري تاعهم قليل مع ملف القدره الشرائيه، ونخرج نخرج بمخرج يتجاوب مع الطلبات والطموحات نتاع الشعب ومع قدرات الدوله في الدفع. وندرس هذا القفه اليوميه، فيها الخبز وفيها الكسره وفيها الزيت وفيها الزبده وفيها الملح وفيها السكر وفيها الغاز وفيها التريسيتي وفيها الكراء، هذه القفه هذه، وفيها عائله تاع 5 ولا 6 ولاد سي لا مويان. وندرسوا ماهوش باش نديروا بدخ، ندرسوا كيفاش تقدر يكون عيش كريم، عيش متوسط لاسره فيها 5 6 ولاد، زوج وزوجه، كاري ولا شاري. والقفه اليوميه هذا يساوي كذا، ونخرجوا بمخرج يهم الشعب الجزائري ككل. هذه هي المسائل اللي تدرس، ماشي قال فلان واش بغى، بغيتو يفوتوا عليا نروح نوعدو ونهرب نخليه. لا لا، يلزم الصح، والصح هو اللي يبني الامم، والصح هو اللي يبني الدول. هذه بالنسبه للروتريتات المتقاعدين تاع الموظفين العمال العموميين. دونك بطروحها مشكلة أخرى، قال لك يلزمك 32 سنة عمل اشتراك باش تدي لها روتريت، بصح بشرط يكون في عمرك 60 سنة. أنا مانيش مع هذا الرأي. اللي دار العوام نتاعو مهما كان السن نتاعو يخرج لها روتريت ويدي لها روتريت نتاعو كيما قال القانون. علاش؟ الأولى هذا حق، والثانية كي يروح لها روتريت يروح في الأغلب بلاصة للشبان. هو المنطق يقول هكذا. قال لك لو كان ما توصلش 60 وانت جمعت السنوات نتاع الاشتراك ما تديهم حتى توصل 60، هذا مش منطق. اذا هاو رايي في الموضوع هذا كذلك. دوكا كاينه فئات اخرى عانت وتعبت في الجزائر، تعبت على جال الاعلام، تعبت على جال الدوله الوطنيه، تعبت باش ما تسكتش الدولة. خلوا عينيكم واش بيكم هذا؟ هنا عندك متقاعد الجيش، هذو ظهروا طلبوا حقوقهم بالحسنى برشاد وبرشد في الكلام وبصواب. نفتحوا الملف نهضروا معاهم، ديروا الممثلين تاعكم في الولايات، يجيو الممثلين تاعهم في الولايات 40 50 100 واحد سلميا، تلاقاو مع رئيس الحكومة، تلاقاو مع الوزير المعني، قال عندنا مطالب، وش هي مطالبكم؟ هاي مطالبنا. ما تقدروش تمدوا لهم كل مطالب يا اخي، خاطبوهم بالحسنى يا اخي. جزائريين ولا بطلوا؟ والله انتم ما بطلتوا. يخاطبوهم بالحسنى، قال يا ودي عندكم 20 مطلب ولا 5 ولا 10، كاين مطلب نقبلوه اليوم، كاين مطلب نقبلوه غدوه، وكان واحد مش معقول مرفوض،
هنا قبلوا زوج مطالب اليوم ونتلاقاو في ست شهور ندرسوا المطلب الثاني. الى كل وقت ترانسميسيون يبقى التواصل بين جزء من الشعب والدولة اللي تمثل الشعب والحكومة اللي راهي عندها مسؤولية تاع الشعب. هكذا كثر المشاكل في وقت ما سياسيين ما مش قادرين باش يحلوا المشاكل في الحكومة والله حتى في الرئاسة. واش دار؟ اعتبروا هذا الناس هذو مشاغبين وغلقوا عليهم البيبان ومن بعد عيطوا للجدرمية والبوليسية قالوا روحوا حلوا لنا المشكلة تاع المتقاعدين. اللي مش تحب هذه خلي المصالح الأمنية تشتغل بالأمن تاع البلاد. هذو ولاد الجزائر حتى هما راهم يتعبوا وراهي ناقصة حقوقهم أيضا. عجز السياسيين عن حل المشاكل الاجتماعية والسياسية يجعلوا السياسيين يتدرجوا ويهربوا ويلصقوها في الجيش ولا يلصقوها في الشرطة. لا لا ما تقبلش، افتح الملفات، هذو ناس عندهم مسؤولية وحلوا المشاكل تاع الشعب. هاي الطريقة اللي باش تحل المشاكل. ما كاينش غير متقاعد الجيش، كاين كذلك الفئة تاع لاكارد كومينال، يلتقي عندهم مطالب، نفس العلاج. نفس العلاج بهذه الطريقة وبهذه الطريقة وحدها اللي نقدر باش نحل المشكل. زيد كاينة فيها ثالثة تسمى لي باتريوت. هل الباتريوت كذلك في وقت الأزمة الدموية واحد طارت رجله، واحد طارت عينه، واحد انفاليد مانيش عارف 50-80%، نفتحوا الملفات مع كل الشعب. القضية يا جماعة ماهوش تجي تقول للناس ما عنديش ما نهضرش مع الناس. القضية تعيط لهم وتقول لهم واش عندك في الصندوق، وتقول لهم عندي المعلمين نخلصهم، وعندي الطب نخلصهم، وعندي الموظفين نخلصهم، وعندي الناس في الولايات نقسم عليهم، وزيد المشاكل بتاعكم نطرحوها ونعدلهم. واش كاين؟ وراهم عندهم عقل ويسمعوا. عندهم عقل يسمعوا. وروحوا نتعاونوا. كاين اللي يتفرى اليوم، وكاين اللي يفريوها في عام، وكاين اللي يفريوها في عامين، وبعد 3 أو 4 سنين يرجع الخير، وتعمر لك يا سلاح الجزائر، وتتنمى الفلاحة، وتتنمى الصناعة، وتتنمى السياحة، والخير يكثر، ويكفي الناس الكل، وتولي الناس الكل في الخير. ها هو المخرج، هذا هو الصدق في المعاملة والصدق في المخارج تاع البلاد. ما تقدروش تبنيو دولة والمال العام ما عليهش حراسة ورقابة، وما تقدروش تبنيو دولة والمؤسسة البلدية تدخل في الولاية والولاية تدخل في البلدية والبرلمان يدخل في الصلاحية تاع الحكومة والحكومة تدخل. ما تقدرش تطلع الدولة. لازم المؤسسات كل وحدة القانون اللي يسيرها تحترم هذه المؤسسة، والمؤسسات الاخرين كل وحده يقودها القانون اللي يمشيها في احترام صلاحيات كل المؤسسات. تطلع الدوله ويطلع شان الدوله. المال العام يا اخي كاينه ميزانيه وطنيه اسمها السير، وكاينه ميزانيه وطنيه اسمها تجهيز فونكسيونمون اي ايكيبمون، كاينه ميزانيه ولائيه، كاينه ميزانيه بلديه، كاين ميزانية عند المؤسسات اللي عندها اقتصادية عندها استقلالية مالية، الليسي الهوبيتال وهذا المجرى. هاو المال موجود في هذا الكل يتصرف. كاين إذن عندك الحق أنت الآمر بالصرف باش تصرف المال تاع الليسي ولا تاع السبيطار ولا تاع وزارة ولا تاع رئاسة ولا تاع رئاسة حكومة. عندك الإذن باش تصرف في المشروع الفلاني. صرفت بعد ما عطاك الترخيص لكونترول الفينانسي هيك صرفت وخلصت وقال بقى على خير ما تعرف ما نعرف. لا لا لازم نعرف كيفاش صرفت المال حسب القانون وحسب الاجراءات وحسب رايك وحدك. هنا كاين مجلس المحاسبه. واش داروا لنا في مجلس المحاسبه في الجزائر؟ لجموا له فمه وقطعوا له لسانه وكتفوا له يديه وقطعوا له يديه. علاش؟ قدام الناس قدام الخارج عندنا مش محاسبه بصح في الصح ما عندنا والو. وهذا مش ذنب القضاة. طب يسمعوني ربما هنا
مانيش نتاه مرقودة حاشاهم وداروا نقابة وتلتخبط في يديها حررونا اطلقونا خليونا نبحثوا خليونا نبحثوا على الأمور. البرنامج تاعنا هنا يحرر نجس المحاسبة حتى يحاسب قال فلان قال نعم في ولاية السير تواس تسير فلك التحية ولك الشكر. أما أنت أفسدتها وحولتها وخرجتها وديتها ونحيت حق الشعب يمشي ملف في العدالة والعدالة تجيب وما كان حتى واحد يعلم بالقانون. لا رئيس لا رئيس الحكومة لا وزير لا امتياز قضائي ما كاش امتياز. أنا يا ذاك الشعب تخلي سأنزع الامتيازات القضائية كلية. كيفاش امتياز هذا؟ باش نفهم انا ساعات ضحكني مسائل ان بريفيلاج دو جوريديكسيون بوكي لمن للمسؤولين الكبار صار كي على الشأن تاعك في المسؤولية وتمس المال العام نسايسك في العدالة ونعاملك معاملة حسنة ونعاملك معاملة عمتي. لا لا بالعكس أنا أرى عكس ذلك تماما. من يتقلد قد ما تعلو المسؤولية قد ما العقاب يكون شديد. هكذا تمشي الأمور. إيه صار اللي يسرق كاس هذا من المونوبري ولا من السوبرات يدي ست شهور واللي يقضي على مال الأمة ككل وله امتياز وصباح الخير وأنا بيك وريح. لا لا ما كانش. إحنا كلنا سواسية قدام القضاء. كلنا سواسية ما تحت امتياز. والنواب تاع البرلمان عندهم الحصانة البرلمانية. علاش؟ الحصانة كيف تعطى للنايب واش باش يديها النايب ليه؟ الحصانة تعطى للنايب باش يدافع عن الشعب باش ما يخافش عليه على روحه باش يقول لكم ظلمتوا الشعب باش يشوف واحد معتدي يقول لكم معتدي وراني عندي الحصانة باش ندافع عن الشعب. والنايب اللي كان هو نايب الصباح هو العشية يحب يدير تجارة هو اللي يدير صناعة والله ما نعرف يدير حاجه ليش بيها ما كاينش حصل. نحصنك في العمل البرلماني داخل البرلمان وخارج البرلمان. هذه داكور اللي خارج البرلمان راك شعبي كزاير الناس. هكذا ترجع القيم هكذا تطلع الدوله هكذا تمشي. هذه كلها عن حوكمه مؤسسات تحترم نفسها صلاحياتها تتعامل مع المؤسسات الاخرى بالقانون مش خارج القانون. اذا زدتوا رتبنا العداله في المراتب العليا وهي مرتبه هكذا في البرنامج تاعنا تنقيد العداله من داخلها والرقي بها في المراتب العليا في الاستقلاليه ويصبح القاضي يخضع لامرين اثنين او مبدئين اثنين. اولا القانون ما يشتهيش من راسه ها هو القانون مش يقول. ثانيا الضمير تاعو هذه تصبح عداله تجيب الصغير وتجيب الكبير المعتدي وتدافع عن المال تاع الشعب وتدافع عن المؤسسات وتدافع عن الحريات وتدافع عن الافراد وتدافع عن الممتلكات وتقهر وتبعد المعتدين والفاسدين والمكسرين للبلاد. اذا زدتوا لها اعلام حر ويتقيد بآداب الاختلاف ويتقيد بلا ديونتولوجي ليتيك بالمعاملة الحسنة ولا يظلم ولا يشوه بالباطل بل يقول الحق ونساعده على الوصول إلى مصادر المعلومة باش يعرف الحقائق ونساعده يكون مقيم عنده قدر ويصبح يعتمد به ويصبح مرجعية إعلام عمومي أو إعلام خاص. قولوا لي بربك يا اخواني في سكينة نساء ورجال لو كنا نقيم وقلت تبنا ما طلعش الجزائر هذه العلا ما طلعش السماوات ذوق في القدر وفي الشرف هذا جزء ربما قليل من كثير الموجود في البرنامج اللي راني متقدم به للشعب الجزائري من خلالكم اليوم في سكينة. وانا في هذه الولايه نقول لكم حاجه ضحككم ولا تعجبكم انا نحس بروحي نسال فيكم نسال في الولايه هذه. علاش؟ انا متقاسم معاكم دم الشهداء اولا
نتقاسم معاكم كذلك الأسرة الثورية. الأسرة الثورية موجودة وين؟ موجودة في كل الجزائر. عند ولاد الشهداء، عند المجاهدين، عند بنات الشهداء، عند الشهداء كل متواجدة في قواعد نتاع حزب. بقات عطية ونظيفة هي قواعد جبهة التحرير الوطني. نسالوا فيها القواعد النقية والنظيفة، نسالوا فيها لأنها في يوم ما كانت مغلوبة على أمرها، لكن بقات نقية نظيفة. ما يهمناش اللي يحبوا يديروا المزايدات ويحوسوا يلبسوا كوستيمات، ما نضيعوش وقتنا فيها. هذه الفئات كان فئة أخرى ما تنساوهاش، نسالوا فيها. هي الفئة تاع الإطارات، لي كادر دي بي، لي كادر دو ناسيون. نختم بهذه. للجزائر في إدارتها العليا والسفلى، المركزية والمحلية، في الدولة وفي تفرعات الدولة، إطارات من نساء ورجال، قادرون وقادرات، مثقفون، يتمتعون بتجربة أعمال، تجربة كبيرة وخبرات. أطمئن يا مترشح للرئاسية هذه الفئة اللي فيها مئات الآلاف من الإطارات، هذو هما اللي يضمنوا الديمومة تاع الدولة، لا كونتينيتي دو ليتا، وضمنوا قدرات الدولة ولهم من التجارب ما يكفيهم لإنقاذ الجزائر من كل الهزات ومن كل الضربات. فتحية لإطارات الجزائر بمستويات الكل، لتطمئن قلوبهم ولتطمئن قلوبهن. علاش؟ مترشحكم متواضع يعرف قيمة الإطار الرجل والإطار المرأة، هذو هما الضامنين للتكاتف والتآزر والتعاون والديمومة تاع الدولة. وزير يجي اليوم يطيش 50 إطار، ارمي بهم في الشارع، واش داروا لك؟ ماهمش صحابك، ماهمش بني عمك، هي الإدارة تاع الدولة، مو من تاعك أنت ولا تاعي أنا. وبالتالي تبقي على الأساس، تجيب واحد زوج ثلاثة أربعة، معليش بصح هذه اللي تجي تضرب الناس كل طيشة، هذه ماهيش مقبولة خلاص، وماهيش من التقاليد تاع الدول العظمى والدول اللي دارت تجارب كبيرة. إذا بخلاصة هذه حول الإطارات، وبما قلته عن الفئات المتضررة والتي لا بد من الاعتناء بها عاجلا، الانتخابات الجاية هي مصيرية بالنسبة للجزائر. أنا مانيش داخل الانتخابات هذه كمتفرج، أنا داخل فيها كمساهم لإخراج البلد من الأزمة، وأنا ممن يعتبر بأن الانتخابات هي المخرج، كاش مخرج آخر. وأنا متوجه إليكم، أعينوني، ساعدوني، ماني طالب، ماني طالب لا مال لا ألاف هكتارات ولا قصور ولا شيء. والدي رحمة الله عليه لا قبر له، وأخي رحمة الله عليه لا قبر له، وتسعة من عائلتي مدفونين في أرض الجزائر كشهداء. ماذا تريدون أن أقوم به أنا؟ ماذا تريدون أن أقوم به أنا؟ أنا بغيت نلتقي لما يناديني رب العالمين ليلتحق بالدائمة وهي الآخرة، أن يكون والدي يشوفني ويقول لي أنا راضي عنك لأنك وهبت نفسك للجزائر كما وهبت نفسي للجزائر أنا. هكذا أتصور المسؤولية، فهي تكليف. وأقول لكم مرة أخرى، الفخامة والجلالة لمن؟ لرب العالمين. يا رب العالمين، لا إله إلا أنت يا رب. تسمعني يا رب العالمين وأنا أخاطب في هذه القاعة الجميلة هذا الشعب العظيم تاع سكيدا. أتعهد أمام الشعب الجزائري وأمام رب العالمين، هو الشاهد الواحد وهو الواحد القهار، أنني نوهب النفس تاعي ليكم أنتم والجزائر لخدمتها، إن راضي الشعب الجزائري بي، وإن اختار الشعب الجزائري شخص آخر سأحيي دائما هذا الشعب، فهو صاحب السيادة بعد رب العالمين. إذا اللهم يا رب في هذا اليوم الجليل وفي هذا اليوم العظيم الذي جمعني
بالاف من السكيكديات والسكيكديين. يا ربي احفظ حدود الجزائر، واحفظ جيش الجزائر واسلاك الجزائر، واحفظ الشعب الجزائري، واحفظ مالها، وسدد خطانا يا رب العالمين. وان ذهبنا من الفانيه هذه الى الدائمه، مكنا شربه من حوض نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله.